اللولي سنة رابعة باء أريج المصمودي سنة رابعة باء يوسف العشر سنة رابعة شباب كالعادتي هزمته دون أن ينبس بكلمة سوف أخبر أصدقائي أنه لا يجيد اللعبة لقد غلبني يسلينو سخر مهاراتي وقدراتي وأشعر بغضب شديد يالك من متسرع متهور كلما أتممت اللعبة الحاسوبي يحمر وجهك خجلا وتستشيط هذا سوف ألقنك درسا قاسيا لن تنسيه طول حياتك يا إلهي ماذا فعلت؟ لقد فقد أخي الوالد كيف سأتصرف؟ كيف سأبرر تصرفي لوالدتي عندما تعود من العمل؟ رجاءً أبقي يا أخي لن أقصد أن أزعجك لن أعيد صنيعي ثانية أرجوك وعند المساء عادت الأم من العمل فأخبرها أحمد بما فعله حسيني فقالت مؤنبة كيف تجرؤ على هذا التصرف المجين؟ لقد وعدتني أن تهتم به وتراه أثناء غيابي لكنك لم تعمل بنصيحتي يا للخسارة لقد دمرت الألعاب الإلكترونية أخلاقك وأفسدت القيم التي ترعرعت عليها من أدب واحترام ومودة ورحمة لذا سأحرمك من اللعب مستقبلا لتعي خطأك